البارح تم تتويج معناتها نحكي كلمه مؤمن خاطر موضوع يثير الغضب دونك كيما السيد اللي حكى خذيناها حكى وبالثقه قال واحنا راه ما حبيناش على انه ما عادش نرفعوا العلم التونسي وكذا المسؤول اللي انقلناه نسيت وين سامحني لا واحنا ما حبيناش ما حبيناش ولو... اصلا أي. والوزاره هبطت البارح بلاغ رانا في موقع قوه وكذا واللي صار صار تناقض كبير شنو صار يا البارح تم تتويج سباحه حبيبه بالغيث بالميداليه البرونزيه في سباق ال 100 متر سباحه على الصدر في بطوله افريقيا بولندا لكن الصور اللي أثار بلواندا. بلواندا. بولندا بولندا آه. لكن الصور اللي اثاروا استياء التوانسه هو عدم رفع علم تونس امام منافسيها وين تمت الاشاره لهم وجنسيتهم بعلم بلدانهم وتعتبر هذه المره الاولى اللي ما يتمش رفع العلم التونسي في بطوله دوليه في تاريخ تونس الرياضي للناس اللي تفرج فينا هذا الفيديو لحظه معناتها شوفوا فيديو كان تبعوا فينا في اللايف شوفوا الفيديو سينو وصف لنا شكون ينجم يوصف لنا الفيديو <تصفيق> <تصفيق> سعدي وصف لنا بدون تعليق المرة الاولى من جنوب افريقيا فما العلم تاع جنوب افريقيا المرتبة الثانية جنوب افريقيا زاد درابو المرتبة الثالثة فما علم, الدورة. علم ما فمع شعار الدوره شعار الدوره شعار فهمتني وفما معناها فايزه بدون اي هويه لا دراب ولا حد شيء دونك <applause> هذه ما نعرفوش التاريخ ولكن صحيح. يقال ايه انها ايه لاول امس. مره سابقة ايه. لا لاول مره اه. في تاريخ تونس الرياضي <applause> انه لم يرفع علم تونس ورغم ذلك قاعدين نشوفوا في سياسة هروب لا نشاهد سياسة اعتراف بالذنب هذاك علاش البارح رياض بعزيزي قال أدعو السلطات للتدخل مم. بالنسبة للجامعة والانتخابات والفوضى نتاع ما نجموش نعملوا أربع ملفات نتاع انتخابات نفس الشيء لابد من التدخل لو فما شكون مسؤول رياضي في وزارة أو في أي مكان قاعد يلعب باسم تونس لابد باش يوضع حد ندعو السلط للتدخل لانه يعني هذه الصوره مهينه لتونس مهما كان لي باش تهبطوها هذه صوره مهينه لتونس سباحه رابحه في المرتبه الثالثه واقفه لا يوجد علم تونس وهي تتألم يعني واحنا بكينا وقت ايه؟ الملولي بكينا <applause> وقت حفياوي. الحفناوي الغريبي بكينا وقت الغريبي ونرجعوا للجامودي وقتها نشيد الرسمي التونسي آه. وعلم تونس لو كان جات الاولى لن يرفع النشيد الرسمي التونسي دونك للناس اللي في الحكم ويشوفوا في ناس مستهترة نرجو التدخل والجمهور راه بدا يفد من التسيب الكبير في الرياضه ما صوفيا آه, نحكي والله يعني تحبني يقول بعد ما أنا... ناس ماتت على خاطر العلم ناس ضحات عائلات شردت اموات ناس حاربت باش تونس تستقل وترفع العلم متاعها وناس بعد ما يوصلوا للسلطة ويشدوا مسؤولية في بلاصة يوصلون الحالة كما هي حالة تبكي حالة تحزن حالة توجع القلب في المحافل الدولية وعالم تونس خي انت فاش موجود غديك انت موجود في الموقع هذاك على شنو باش تدافع على شنو انت وزير نتاع كذا وزير شنو وزير انا بلاد اذا كان انت وزير ولا مسؤول معناها في بلاد العلم نتاعك ما يترفعش في مناسبات رياضيه كبيره قدام العالم الكل فاش قاعد تعمل غاديك فاش قاعد خارج لنا كل مره جايب لنا ورقه قال شنو والله لا ما, فماش اشكال راهي فهمتي زوبعه في فنجان وتوع من نريقلوا الامور من 2021 يضري الحكايه وتون السنة باش تريقل الامور يعني راهي مسؤوليه واضحه تحب البلاد ولا ما تحبهاش تونسي ولا تونسي كيف جاي تعمل انت؟ كيف جاي اخي جاي تخوي وقاعد؟ وعالم بلادك ما يترفعش؟ شنو هذا؟ اخي لا احترمت اللي ماتوا، لا احترمت اللي حاربوا، لا احترمت اللي جادوا، لا احترمت اللي تعبوا، لا احترمت حتى حد. تحب تخدم تفضل مرحبا ما تحب تصيب بمشي اعمل حاجه اخرى. شنو هذا؟ واضح. بلال طمع. انا بش الكل الكلمه حاولوا باختصار على البيان وزاره الشباب والرياضه المسؤوله الاولى على هذه الفضيحه التاريخيه اللي مش باش تتنحى من تاريخ تونس كما تؤكد وزاره الشباب والرياضه اسمع اسمع سفيان كما تؤكد وزاره الشباب والرياضه على اهميه استقاء المعلومه من مصدرها دحضا لكل اشاعه او تاويل في غير مقاصده كما تلفت الوزاره الانتباه لبعض الجهات خصوصا الداخليه تروج لاخبار زائفه غاياتها بعيده عن المصلحه الوطنيه. الاخبار الزائفه ايتها الوزاره هاي جاتك من عند البطوله الافريقيه فمني ولا اذا هذم اذا هذه اخبار زائفه ونروج لل 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 ما بيان هروب الى الامام على الدوله ان تتحمل مسؤوليتها وعلى الناس اللي وصلتنا لهنا ان تتحمل عواقب تراخيها في تنفيذ قرارات المنظمه العالميه المنشطة واضح وليد والله إنه فلان نحب نقول كلمه في العاده وقتاش تنكس الاعلام يتيح الأعلام ما في موت ولا حداد هذه اكثر تصويره انه احنا في حاله حداد يعني واحدة اللاعبة كما هذيك هزت ميدالية شو كيفاش واقفة الناس تتفرج في فيديو ايديها وراها حاشمة وكأنها عاملة عيب معناه هذو ناس اللي قاعدين يعرفوا بتونس الرياضيين هما اللي يعرفوا بتونس في العالم شكون اللي يعرف تونس لوين يتهز العالم تونس في المحافل الدولية في الرياضات في الألعاب الفردية في, كل بلدان العالم في كل التظاهرات العالمية هيك وصلنا لمرحلة انه عالم تونس معاش عادش يتهز معناها البنية هذيه مجهولة, مجهولة 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 الهوية مجهولة كل شيء ومن بعد ما عادش تلوموا على الناس باللي كي فرص باش يجنس ويعيطوا طول البلدان الاخرى باش يجنس اذا كان هو يهز ميداليه باش تلقى له تاريخ ويبقى يتفرج فيها من غير علم وبجنبه زو معناتها زوز معناتها علم تاع تاع دوله ونشيد رسمي طالع كيفاش تحب غدوه معناتها انت انت حاجه ماشي القرار هذا زاد ينطبق على نهائي تشامبيونز ليك اذا هي مسابقه تعتبر مسابقه قاريه اذا, إذا تنجم ما يطلعش النشيد الوطني وما يطلعش علم يعني تونس قبل مصر فما تعليق جني من عماد حمدي يلخص تقريبا الوضعيه الكل قال لي اللعبه والمتسابقه طلعت دراب تونس والمسؤولين هم اللي هبطوه والله يوصلنا واضح انا بانيش باش ن... نطول برشا مم. نفس المسؤول اللي قال راهو نورمال وكذا ونحن باهي ما باش نشكي مؤامرة مؤامرة, مؤامرة مؤامرة هو اللي في يوم ما قال قال <applause> سألوه على ساد الفساد اللي في استاد سوسة قال لهم قالوا له ثم بلايص ما تفرجش منها العباد قال عاد شبيه يا أخي اللي يدخل لازم لازم يتفرج <applause> هذا المسؤول ما أي قال يا أخي اللي يدخل في الملعب الكل شكري حمده في الملعب الكل قال يدخل قال آيه. قال مش دي مشكل قال في الملاعب الكل سمعتها بوذني في 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 مشو... والله قال في في السم... ملعب ما نعرفش وين في الانجليتير وكذا قال ثم يدخل يشطحوا وما يتفرجوش سم... قال يع... يدخل ما يلقاش ما يلقاش يتفرج إنجل. نفس المسؤول ما نغطيوش عين الشمس بالغربال وزاره دخلت في عركه مع الجامعه صحيت معناها عركه شخصيه مع الجامعه وتلهيب لان عندها علاقه كبيره برشا من عام 21 نبوا عليك من عام 21 نبوا عليك وتلهيب في حاجات اخرى وسيبوا زويتن وسيبوا سوسه وسيبوا البنيه التحتيه الخايبه ما شيخ يلعبوا في زويتن ما نحكي لك لا نحكي لك سيبوا مشاريع معناها ايه ايه. وتلهيب في العارك يا نوفل واضح لوين وصلنا للمرحله هذه تصويرها توجع برشا يلا توجع برشا مطره نقفل في دقيقه قبل ما نمشيو للتضحك انا متاكد ان السيد الرئيس باش يتخذ اجراءات عاجلة وصارمة في أقرب وقت لأنه بين بالكشف يا نوفل بكمل صراحة مع احترامي للمسؤولين الكل أنه الرئيس هو اللي قاعد يتصرف ويتدخل ويتكلم البقية مش عارفة إيش قاعدين يعملوا ثم يلزم يعرفوا أن المسؤولية تكليف مش تشريف راهو مش منصب راهو يلزمك تخدم صورة البلاد وتحط صورة البلاد قبل كل شيء وكيما قال سفيان نعاودها أنا عجبتني الكلمة يا تحب تونس يا ما تحبش تونس ثم إلى متى الشيء اللي قاعد صاير فاش فاش قاعدين تعملوا تتونا نبداش معايا تنصيح نقول راهي تونس صورتها مشات في المحافل الدوليه هذيك صوره تونس العالم تاعنا ولا ولا عار ولا سبه ولا حاجه معيبه معقول هيك ابطال يشرفوا وهك تشوفك فيني حاشمه ومتقلقه مسكينه يعلم بها ربي ويعلم بينا احنا ربي كي شفنا الصوره هذه فين ماشيين يا ودي اذا ما تنجموش تنسحبوا تستقيلوا من مناصبكم ركز باش تخدم الدولة يلزم تكون رجل دولة ويلزم يتحاسب المسؤول على هذا ولا خلى الأمور هذه تمشي بين الجحيم راهو جحيم أنا يعني صدقني أنا حاشم حزين نحب نقول في ماشيين وقتاش باش نعرفوا وك... قيمة المسؤولية كونوا رجال دولة وما تكونوش رجال جولة يظهر أنه الغالبية العظمى من بعض الم... من بعض المسؤولين اللي عملوا هذا هما رجال جولة ودمروا صورة تونس ما خدموهاش وشيء اسف وشيء يألم. هو احلاها تكونوا رجال دولة ولا, ولا تكونوا رجال جولة. الجولة ولا واضح واضح يلا. آه حلوة, والله من, حلوة. آه من محاسن ومساوئ حصتنا انه من قمة الغش ان شاء الله نمشيو معاكم. بعد غش فردوا الناس. ايه. فردوا الناس رانا احنا نعيشوا كيفكم نضحكوا نتنرفزوا يوتر لنا اعصابنا خبر ننرفزوا نحاولوا نكون تلقائيين بخلاف ساعة <applause>